لو الحكاية فيها إن فيتو حضرتك والد الطفلة شهد؟ أيوة أنا أبوها. قول لي بقى يا حاج، آخر يوم مثلا كانت معاكو هنا كانت إيه، كانت إيه الدنيا؟ فترة معانا يوم الأحد، وبعدين قالت يا أبو لما هطلع ألعب شوية، أمها كانت عندت الغد بتعمل في الغد، شفتها ماشية في الشارع بتلعب مع العيال لغاية الساعة 2، ما شفناش في الشارع خالص. قعدت يوم الاثنين، رحت مطلعها على النت ورحت مبلغ البنبر. بعد كده اول تاني يوم الثلاث كنت رايح هابط، ناس قالوا لي بنتك مقتولة تحت السلم بتاع عرفة اسمها. بعد كده ما شفتهاش خالص. في اي خلافات بينك وبين اي حد يا حاج؟ نعم، في اي خلافات بينك وبين اي حد؟ ابدا خالص، ولا في الشارع بقى اسال الجيران 11 سنه بالشارع، ما حد بقى 10 سنين ساكن هنا، عمره ما اتكلمت مع حد ولا حد يتكلم وياه خالص. هي بنتك بتشتغل؟ لا ايه، في المدرسه. في المدرسه؟ في المدرسه، في سنه ثالثه، كانت 14 سنه في السنه دي، كانت تمتحن يوم السبت. كان في ناس قالت ان هي بتطلع مثلا تشتغل بره او حاجه؟ لا ابدا، ما بتشتغلش خالص، بتيجي تذاكر وبتقعد في بيتها وبتكتب على الحيطان كلها كلام قران. شاطره في المدرسه يعني؟ شاطره خالص في المدرسه، حافظه القران كله وكاتبه على الحيطان. في ليها اخوات تانيين يا حاج؟ نعم، ليها اخوات تانيين؟ ايوه احنا اهو، اخو احمد بس، ملهاش الا احمد بس يعني. احمد ومعايا ثلاث بنات متجوزين، بس من واحده ثانيه. شهاده دي مخلفه سنه 67، انا متجوز سنه 62، خلفت احمد وبعدين شهاده. بعد ما عرفت ان بنتك اتقتلت يا حاج، يعني عملت ايه او عايز ايه دلوقتي يعني؟ اعمل ايه انا وحداني لوحدي، اعمل ايه؟ حقها عاجلها. ماليش الا ربنا بس وانت بس. ربنا وانتوا اللي بس، ماليش حد. انت لقيت الراجل في معايا، ما فيش الا بنات متحوطين بالجيران، مش عارفين. ربنا يخليهم لك حاج، ربنا يخليهم لك. تضحك معاه يعني، ده امه بتدلع على بنتها وابوها. طب هي مصدوميه الوقت، مصدوميه مش عارفه ايه، ولا عمره ولا عمره ما ضربتها ولا اي حد في البيت هنا زعلها ولا اي حد، ومزلوحه كل يوم 10 جنيه و5 جنيه تصرف في امها عشان ما تحتاجش لحد المليم. وانا ما معيش ولا مليم اجيب لها من تحت الارض عشان اديها. حاج انت شفتها قبل يعني اول ما لقوها؟ لما لقوها ميتة؟ ما شفتهاش الا بعد ما لقوها، من يوم الاثنين من بعد المغرب ما شفتهاش خالص. لغايه يوم الثلاثاء يا اختي رحت. الاربع امبارح. الاربع رحت قبض، وبعدين قالوا زحمه. اجاني الهم كده في دماغي، قال لي روح شوف بيتك. رحت اشوف البيت، قلت اما اروح اتصرف ولا بطش النهارده، ما بطش الثلاث ساعات. اتصرف من اي حد عشان اصرف على العيال وبتاع. جيت وانا ماشي كده، واحد قال لي يا عم فاروق اطلع وبنتك. فرحت لما قالت لي بنتك. ما كنتش تعرف انها لسه ماتت؟ لسه ما اعرفش. وبعدين قلت لها هو فين؟ قالت لها ميتت مخنوقه تحت السلم بتاع عرفه الطحان. بس كده يا اختي. وبعدين جيت بقى المباحث، ابو خدوني وودوني المدينه. حضرت جنازتها يا حاج؟ حضرت جنازه بنتك؟ ايوه يا ابوني يا اختي، وصوروا هنا وجاب المنصور امبارح، وانا جاي من المنصور امبارح جبت الجثه وجيت يعني.